ما حدش يتحرك من مكانه. حدش يتحرك من مكانه. قوله ينزل على الارض. مين ده اللي ينزل؟ مفيش حد هنا، ده فرق الكتروني. يعني ايه فرق الكتروني؟ شايف المكنه دي؟ تقدر تفتح حساب، تصرف شيك، تعمل ايداع، تحول فلوس. فين الخزن؟ فين الرزم؟ مفيش رزم وخزن، كله مكن. فين البنك اللي هنسرقه يا شربين؟ استنى انت دلوقتي. فين الناس؟ بنك مميكن. ايه ده؟ مفيش خزنه جوه. قول يا شربيني، ما طلع الكتروني اصلا. مميكن. يعني تقدر تصرف شيك، تعمل ايداع، تفتح حساب، تحول فلوس. تحول فلوس. كله من المكنه دي. في فيديو كول لو عايزين تكلموا خدمه العملاء. انا اكلم خدمه العملاء اقول لهم ايه يا شربيني؟ الو، الصوتو مش شغال؟ مساء الخير. ايه ده؟ هو ده صوتو؟ لا، جايين نصرف شيك. بنك مش زي اي بنك. اول فرع خدمه الكترونيه في مصر من البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر.